في عام 1402 وقعت معركة أنقرة بين القائد التتاري تيمور لينك والسلطان العثماني بايزيد الأول، وأدت لأول مرة في التاريخ العثماني إلى أسر السلطان وموته، ودخلت السلطنة في عهد الفترة الذي كاد أن يقضي على الدولة العثمانية. وفي عام 1808 اغتيل السلطان سليم الثالث بعد عزله من منصبه على يد رجال السلطان مصطفى الرابع، محاولة منهم لتهدئة الثوار من الانكشارية، إلا أن الثائرين اشتعلوا غضبا، وانتهى الأمر بعزل وقتل مصطفى الرابع وتولية محمود الثاني. وأما في عام 1996 قتل عمر لطفي طوبال، رجل الأعمال التركي المعروف باسم ملك الكازينوهات، في هجوم مسلح في يينيكوي في اسطنبول أثناء قيادته السيارة عائدا إلى منزله. وفي عام 2002 اندلع حريق في مرافق تعبئة الغاز الطبيعي المسال إكتشاغاز في منطقة كورفاز في كوجلي، ما أدى لإصابة 2 من العاملين بتسمم جراء الانبعاثات التي جرت. وأخيرا في عام 2011 نجحت تركيا في استرداد تحف معروضة في متحف برلين بيرغامون، حيث نقلها بعض علماء الآثار الذين كانوا يعملون منقبين في تركيا.